شكرا معلق الكابتن اسامه ابو زينه. اذا انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي 3-0 على الشرطه الرواندي عشان يضرب ميعاد في قبل النهائي غدا باذن الله في تمام الساعه 8 مع النصر الليبي. طبعا الف مليون مبروك للنادي الاهلي، مجلس اداره وجماهير ولاعبين واجهزه فنيه. ان شاء الله الفوز بكره والفوز بعده يضمن لنا اللقب ال 16. ورحب بضيوفي المره الثانيه اللي منورين في السوديو. كابتن كريم اهلا بحضرتك. اهلا بيك كابتن هيثم. كابتن محمد اهلا بحضرتك والف مبروك. اهلا بيك كابتن هيثم، مبروك لينا كلنا، وان شاء الله بكره وبعده اللقب يبقى موجود في الجزيره ان شاء الله. ان شاء الله 48 شاء الله. ساعه باذنك يا رب، ونحتفل باللقب السادس عشر في تاريخ النادي ان شاء الله في القابه الافريقيه. كابتن محمد عندك ايه تقول عن المباراه؟ زي ما توقعنا الاهلي ضغط بارسالاته لان في مشكله في الاستقبال في الفرقه الثانيه، ولعب استغل نقط الضعف اللي عندهم كانت كتيره جدا، وتعاملوا مع المباراه بمنتهى الجديه. ده اللي عجبني ان هم ركزوا جدا في المباراه، ما استهونوش بيها وخدوها بمنتهى الجديه. فرقه الشرطه الرواندي النهارده لعبت ماتش حلو على فكره بالمقارنه لمستواهم، يعني افضل من المباريات اللي فاتت. بس حته ان احنا خدنا المباراه بقوه انا بحييهم عليها ان هم ما استهتروش، ودي حاجه كويسه جدا ان كده مستوى تركيز عالي في البطوله بغض النظر عن المنافس مين. ودي رساله ان احنا نلعب بمستوانا بغض النظر بالزبط عن اي فريق هنقابله ان شاء الله. فده رساله اكيد قويه جدا للنصر الليبي، وان شاء الله اكيد بوسالم برضو في حاله صعوده في الطرف الثاني في النهائي. كابتن كريم عندك ايه في المباراه الاولى النهارده، خاصه ان برضو حصل روتيشن بشكل كبير؟ طيب خلينا قبل ما اخد اجابه حضرتك خلينا نروح لارض الملعب ولقاءات ما بعد المباراه كما عودناكم. مريم سميحه الزميله العزيزه وعبد اللطيف عثمان مدير الجهاز طبعا في النادي الاهلي، اتفضلي يا مريم. برحب بيك مره ثانيه كابتن هيثم طبعا، وبضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي كابتن محمد صلاح كابتن كريم جمعه. الف مليون مبروك النادي الاهلي للسيمي فاينل او لنصف النهائي ان شاء الله. بكره هيواجه النصر الليبي بعد فوزه النهارده بثلاث اشواط مقابل لا شيء امام الشرطه الرواندي. وطبعا معايا دلوقتي احد اهم نجوم الفريق كابتن عبد اللطيف عثمان مدير الفريق طبعا للنادي الاهلي. برحب بيك يا كابتن عبد اللطيف، طبعا النهارده مشرفنا على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك. قبل ما نروح لماتش النهارده انت تم تكريمك كاحد رموز نجوم الكره الطايره في النادي الاهلي، لفته اكيد كبيره من النادي الاهلي، وده اللي متعودين عليه من مجلس اداره النادي الاهلي. رايك ايه مش بس في تكريمك ولكن في تكريم ايضا بقيه نجوم ورموز نجوم الكره الطايره؟ السلام عليكم. انا بس حب كابتن هيثم وكابتن محمد صلاح وكابتن كريم جمعه، والحمد لله النهارده على التاهل. موضوع التكريم ده هي مش حاجه جديده خالص على النادي الاهلي الحمد لله، يعني يمكن عشان عارف الموضوع معمول فيه مجهود كبير جدا من قبل البطوله، وازاي هم بيتحاولوا يتواصلوا مع كل الناس عشان يكرموا كل الناس اكبر عدد ممكن في حاجه جميله جدا، وردود افعالها كبيره جدا جدا على ناس كتير الحمد لله. طيب خلينا بقى نروح لماتش النهارده، يمكن انا يعني شايفه ان ده اصعبهم طبعا، ولكن الحمد لله برضو قدر النادي الاهلي بشخصيته وكمان بنجوم طبعا الفريق قدروا النهارده ان هم يتاهلوا للسيمي فاينل، وده يمكن كان هدفكم من الاول يا كابتن ان انتوا تحوزوا على او تحصلوا على لقب البطوله دي كمان. والله الحمد لله، يمكن النهارده انت كل ما بتخش كل دور زياده في البطوله كل ما المنافس بيبقى المستوى اعلى. الحمد لله اللعيبه النهارده قدرت يعني تحافظ على الاداء بشكل كويس، حصل فيه روتيشن مش كبير الماتش بتاع النهارده، والراجل الحمد لله بيعمل روتيشن كبير في الفرقه بشكل كل ماتش عن التاني عشان الماتشات اربع ايام ورا بعض. فالحمد لله لا اللعيبه بتادي بشكل كويس، كل شويه كل يوم بنخش التركيز اعلى في البطوله، المنافس بيزيد قوه. فان شاء الله على الماتشين الجايين بكره ان شاء الله النصر ونعديه ان شاء الله خطوه خطوه كده ونوصل النهائي، تبقى اللعيبه في احسن مستوى ليها ان شاء الله. يمكن انتوا دايما يا كابتن بتفصلوا ماتش عن ماتش، ولكن بكره الحقيقه هي مواجهه صعبه امام النصر الليبي، شفنا يعني يمكن اداء كبير منه في مبارياته وتحديدا النهارده مباراه الكوارتر فاينل، مواجهتهم بكره شايفها ازاي امام النصر الليبي؟ بصي يعني هو ماتش فرقه محترمه جدا ومعاها اثنين لعيبه محترفين، اعتقد يعني احنا شغالين عليهم برضو لان هم من اول البطوله بيبقى باين مين الفرق اللي هي المميزه شويه. الطاقم التحليلي التقني شغال على الفرق دي كلها من اول البطوله بحيث ان احنا يعني مقابلات متوقعه، بس ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله نبقى في احسن حال للماتش ويبقى تركيز ونقدر نخلصه بشكل كويس ان شاء الله. شكرا لك كده يا كابتن، نورتنا وشرفتنا.
طبعا ده كان لقائنا يا كابتن هيثم مع كابتن عبد اللطيف عثمان مدير الفريق، ولسه لقاءاتنا مستمره. ودلوقتي طبعا معانا احد نجوم الفريق الصاعدين واللي بيساهم بشكل كبير جدا في فوز الفريق خلال الفترات الماضيه، كابتن عبد الرحمن الحسيني. طبعا بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، منورنا ومشرفنا. الف مبروك التاهل للسيمي فاينل. يعني الحمد لله انتوا كنتوا داخلين النهارده بمعنويات مرتفعه، خاصه بعد ما فزتوا في كل الادوار الماضيه. شايف ازاي بقى يعني مباراه النهارده، خاصه ان هي كانت اصعبهم؟ والله ايوه طبعا البطوله بتصعب كل مره، كل ماتش على اللي قبله، كل ما نصعد للدور، كل ما نتاهل للدور اللي بعده الماتشات بتصعب، ودي حاجه في مصلحتنا عشان عايزين نوصل للفاينل باعلى فورمه ممكنه، اعلى احساس بطوله ممكن نبقى فيه. طبعا ماتش النهارده ما كانش ماتش سهل، كان اصعب من الماتش اللي قبل كده، خصوصا ان هم معاهم تقريبا يعني حد محترف كمان او كده، فهم فرقه كويسه جدا، ومعروف ان فرق بتاعت رواندا فرق بتنافس وفرق قويه وكده، فالحمد لله قدرنا ان احنا نوقف نقط قوتهم يعني. طيب قول لي بقى، يمكن انتوا ما عندكمش خالص يعني راحه ابدا، مباراه تلو مباراه، ازاي بتتعاملوا مع طبعا الاجهاد البدني والحمل البدني؟ مستر فرناندو اهم التعليمات اللي بيقولها لكم، خاصه ان ما فيش وقت خالص ما بين المباريات. ودي حقيقه فعلا، احنا ما ريحناش خالص يعني بعد بطوله الدوري، احنا دخلنا على طول في معسكر افريقيا، ما خدناش يوم يومين تقريبا، ما فيش برده طول البطوله احنا ما ريحناش غير يوم واحد، ماتشات كل يوم، ماتشات كل يوم، ودي بتبقى صعبه على الفريق كله. فطبعا الجهاز الفني يعني مستر فرناندو بيحاول يخلي يبقى في روتيشن على قد ما يقدر، وخصوصا ان احنا يعني احنا الفرقه كلها فرقه اساسيه، يعني اي حد ينزل مستوى احسن مستوى هنكسب بطوله باي حد، اي سته في الملعب. وطبعا بنحاول بقى نظبط مع الجهاز الفني يبقى في ريكفري دايم، يعني ان شاء الله فوق دلوقتي يعني هنخلص ونطلع الريكفري كلنا برده، فالحمد لله بنحاول نظبطها يعني. بكرة مباراة يمكن برضو مش هتكون سهلة أبدا، النصر الليبي أكيد خصم صعب، خاصة أن احنا شفنا مباراته النهاردة كانت مباراة صعبة وفيها ندية كبيرة جدا، شايف إزاي مباراة الغد إن شاء الله؟ والله فرقة النصر الليبي برضو من الفرق اللي هي من أول ما جت البطولة وإحنا عارفين هي فرقة جاية تنافس، مش فرقة يعني جاية تكمل عدد وكده، فرقة جاية تنافس، وبرضو معروف الفولي الليبي فولي الدوري كويس جدا، وفي فرق كويسة جدا، فإن شاء الله يعني هنعمل محاضرات النهاردة وإن شاء الله نحاول يعني نظبط الدنيا ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا يا كابتن عبد الرحمن، شكرا. شكرا. طبعا ده كان لقائنا مع الحسيني طبعا يا كابتن هيثم، والحقيقه زي ما انت شايف هم عينهم فقط على اللقب وتحقيق البطوله، وان شاء الله زي ما فرحونا النهارده وتاهلوا للسيمي فاينل نفرح برده بكره بعد تاهلهم للفاينل، وبعد كده بقى نحتفل معاك يا كابتن هيثم ومع كل متابعي شاشه قناه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي في كل مكان بحصول النادي الاهلي على لقبه ال16. مريم بشكرك شكرا جزيلا. يعني كان معنا مريم سميح طبعا مراسلتنا العزيزه من صاله الامير عبد الله الفيصل في لقاءات بعد الفوز في دور الثمانيه. الف مبروك التاهل لقبل النهائي، نتمنى بكره ان شاء الله فوز سهل، يعني ما يتعبناش بشكل كبير، نستعد للمباراه النهائيه 48 ساعه ان شاء الله، ونحتفل باذنك يا رب بعد فوزين باللقب في النادي الاهلي. كابتن كريم، كنت يعني قبل الفاصل بس حضرتك عن رايك في المباراه وازاي مستر فرناندو ادارها بشكل انه يريح بعض اللاعبين وفي نفس الوقت يستعيد فورمتهم للبعض الاخر. يعني زي ما اتكلمنا قبل المباراه ان هي هتبقى مباراه متوسطه، يمكن الفريق الرواندي النهارده حاول ان هو باقصى جهد ان هو يحاول يجاري النادي الاهلي، بس طبعا خبرات لعيبه النادي الاهلي وتمارسهم في افريقيا وفي المباريات دي قدرت ان هي تحسم المباراه. يمكن الشوط الاول 25-20، الشوط الثاني 25-17، الشوط الثالث 25-16، يعني مباراه كانت متوسطه. زي ما قلنا ان فرناندو بيبدل في الليبرات، بيعمل روتيشن ما بينهم، فالنهارده محمد رمضان هو اللي لعب المباراه، قسم المباراه ما بين حسام، بدا بعبد الله السلام، سيوندر لعب حبه شويه في الاخر شوية. يعني بس يعني كان رمضان كان اكتر، عبد الله وحسام النهارده شاركوا، صلاح وسيف عابد النهارده اللي كانوا ثابتين في مركز ثلاثه كان سعودي وحماده لعبوا المباراه كلها من اربعات والاثنين الاربعات طبعا برضو كملوا زي ما هم. فطبعا النهارده فرناندو قدر ان هو يوصل خلاص للتوب فورم للعيبه، يعني هو جهز اثنين لعيبه في كل بوزيشن تقريبا، يعني اثنين لعيبه في كل بوزيشن كان جاهزين، يعني يمكن رمضان خد اكتر سنه من يوندر، ولكن كتوتال ان هو جاهز في كل مركز اثنين لعيبه بالظبط. فهو النهارده قدر، يعني النهارده بعد ما وصلنا خلاص للسيمي فاينل اللعيبه كلها شاركت، يمكن اقل لعيب ممكن يكون شارك اربع خمس نقط ممكن يوسف الصافي مثلا، لكن معظم اللعيبه كلها شاركت في السكواد ال 14 لعيب فبقوا جاهزين. فان شاء الله مباراه الفريق الليبي بكره ان شاء الله النصر الليبي باذن الله اللعيبه تكون مستعده كويس. وعبد الرحمن الحسين يتكلم في نقطه الريكفري، هم بيعملوا ريكفري طبعا أول ما بيرجعوا طبعا الاوتيل على طول بيعملوا ريكفري كويس جدا، عشان الاستشفاء ده هو اللي بيخليهم واقفين على رجلهم طبعا في المباراه اللي بعدها. كابتن في دقيقه كده، توقع حضرتك لبكره ايه؟
يعني ان شاء الله هتبقى طبعا خلاص احنا دخلنا في الجد سيمي فاينل وفاينل بعد بكره، فان شاء الله النادي الاهلي بكره يكون على قد الحدث والمعتاد بتاعهم ان شاء الله، ونقدر نسهل المباراه على نفسنا بكره ان شاء الله، وتكون الفوز للنادي الاهلي، ونبارك للفريق يوم الثلاث ان شاء الله بالحصول على افريقيا باذن الله. كابتن محمد، توقعات حضرتك في دقيقه المباراه بكره؟ لا ان شاء الله زي ما قال كريم هياخدوا المباراه بجديه، واضح جدا من تصريحات عبد الرحمن ان هم مركزين في مباراه بكره ومتابعينها ومستنيينها، فاعتقد ان المباراه بكره هتبقى مباراه قويه جدا، والاهلي هياخدها من الاول بجديه، وان شاء الله تخلص 3-0 برضه ان شاء الله. كابتن محمد بشكرك، نورتيني وشرفتيني. كابتن محمد صلاح نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، نورتيني وشرفتيني، والف مبروك النهارده. مبروك لنا كلنا، وان شاء الله نبارك لبعض بكره وبعد ان شاء الله. كابتن كريم جمعه نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، نورتيني وشرفتيني، بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك كابتن هيثم، ونبارك ان شاء الله يوم الثلاث بالفوز ببطوله افريقيا باذن الله. باذن الله. اعزائي المشاهدين، دي كان جولتنا النهارده، باذنك يا رب بكره ان شاء الله السيمي فاينال، نتمنى الفوز للنادي الاهلي عشان باذن الله الفاينل بعد بكره نفرح جماهير النادي الاهلي. النهارده شفنا بعض الجماهير بدات تتوافد على صاله الامير عبد الله الفيصل، واحنا كنا مراهنين على ده ان بعد ما البطوله تبتدي توصل لمراحلها المتقدمه اكيد هنشوف جمهور النادي الاهلي ان شاء الله بيملا الصاله. بشكركم شكرا جزيلا، والى جوله جديده من جولات السوبر.